صباح الخير، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. رمضان ما بيحلق الا بالاكلات الطيبه والمشروبات والسلطات وكمان الحلويات. شو رايكم تتفضلوا على مطبخي لحتى نعرف اليوم شو راح نعمل؟ اهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمه الله، رمضان كريم، يوم جديد ووصفه جديده بمنتجات تبروير، يا رب تعجبكم. اليوم رح اعمل ان شاء الله شوربة الرز، هي مش معروفة كتير ولكن طيبة وبتشهي وحابة انكم تجربوها. عندي هون نص كوب من الرز متوسط الحبة او قصير الحبة، نص كوب من البازيلا وحبة من الجزر مقطعة صغير، وعندي صدر دجاج مخلي مقطع كمان مكعبات صغيرة، وكمان اضفت له جوانح الدجاج. هون بفرم البصل ناعم مثل ما انتم شايفين، استعملت الشيف نايف من تابر ويرد، وهلأ راح نروح ونستعمل الكاسرول الرائع من شيف سيريوس تابروير. بنحط شوية زيت نباتي، يفضل الزيت النباتي للشربات، وراح أنزل بالدجاج دفعة واحدة لحتى ياخد صدمة. هون لا بنغطي ولا بنوطي النار كتير لحتى الدجاج ينحمس وياخد اللون الذهبي الحلو مثل ما انتو شايفين. راح نخليه على جنب ونحط محله الرز. طبعا لو الزيت يعني قليل بدنا نضيف شوية زيت لحتى الرز يتحمص وياخد اللون الحلو. بعد ما الرز اخد اللون الذهبي مثل ما انتم شايفين، بدكم تطولوا بالكم، الخطوة هاي بتاخد شوية وقت. رح ننزل بالبصل ونحمسه شوي، وبعدين بكل الخضار والدجاج وبنغمره بالمي. شربة الرز بالدجاج والخضار صارت جاهزة، وسكبتها في قطعة الأليجرا من تابروير الفخم الأنيقة، وقدمت جنبها شرحات من خبز الباجيت المحمص. ممكن تحط أدمو سادة أو ترشوا عليه رشات من الزعتر وزيت الزيتون. أهم ملاحظة بالنسبة للبهارات والملح والفلفل الأسود، كلها حسب الرغبة، وكمان الماء أو المرق لما تضيفوه لأي نوع من الشربات لازم يكون مغلي. وهيك بنقدمها، وصحتين وألف عافية. وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بتمنى اللي قدمته يكون نال إعجابكم. لا تنسوا تتابعونا على صفحات السوشيال ميديا عشان تعرفوا المسابقات والجوائز المقدمة من تابروير.